اول عابر مشاهدينا متابعينا الكرام من قاد المجموعه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقياده سعيد بن سالم لينيبي يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني ارى التحديات والانطلاق ايضا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى هناك الاسد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عمليه تضميره وتدريبه. نتابع المركز الثالث وارى التحديات من الجانب الاخر بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد، أو أرى التسلل من الجانب الآخر شاهين لسمو الشيخ ذياب بالسيف بن محمد عن الهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، وأرى التسلل، أرى التسلل في هذه اللحظات من الحنيش لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن الهيان محفوظ بخميس رينيبي من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الرابع. خامس التحديات شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يتسلل مع نشوان يقود مطر بالسيب اللاحد متابعا منطلقا مع هذه التحديات المثيرة، ومع المركز السادس، المركز السادس مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري متابعا لانطلاقة مقصص مع المركز السادس السابع. التحديات رهني السفير، السفير من يتسلل في هذه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد، لسيدي عفوا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري من بدأ يتسلل وينطلق مع المركز السابع ثامن. التحديات القدوم في هذه اللحظات من مرموق من ينطلق مع المركز الثامن. تاسعا نتابع مبشر ايضا اثنين بشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز العاشر من بعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري متابعا لانطلاقة مبعد مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نيدان الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن منعود مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع تحدياتي وإثارة هذا الشوط، وأرهني اللي قاد المجموعة الأسد، الأسد الأسد من انطلق بالصدارة كشتر عن أنيابة وانطلق بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري متابعا منطلقا مع الأسد على الصدارة، ولكن أردت تسلل من العابر مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم متبي عبر العابر وينطلق بالصدارة يا سعيد يا بن سالم يا لينيبي، ومع المركز الثالث، المركز الثالث التحديات من نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير والمتابعة عند مطر بن سيب اللاحد الهايري. نتابع المركز الرابع وأرى القدوم أيضا الانطلاق المثير من مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أحد الشباب سعيد بن عبيد الحميري ينطلق أيضا بتحديات هذه المساء، هذه الأثار المتميزة مع الكبار ومع المركز الخامس، المركز الخامس القدوم من الحنيش لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آن هيان من أبو ناصر محفوظ بن خميس لينيبي متابعا لهذا الانطلاق المثير. يتابع يتابع هذا التحديات والإثارة في هذا المساء، ولكن مع المركز السادس، مع المركز السادس التحديات القادمة من شاهين لسمو الشيخ ذياب بالسيف بن محمد عن الهيان الصادق فضل الأمين. من يتابع، من يتابع هذا التحدي المثير والانطلاق الرائع مع المركز السادس سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع المركز السابع. المركز السابع على التحديات في هذه
اللحظات والقدوم، القدوم من مبشر التابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بين غدير، ومن الجانب الآخر أرى هناك أيضا القدوم من اليماني التابع لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الثامن داسع النتابة، نتابة التسلل من مرموق التابع لهجن العاصفة يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز العاشر مبعد بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة عبيد بن حمد بن شينان المري. من يتابع هذا الانطلاق لمبعد؟ هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. غادرنا لوحة الأربعة كيلومترات، انتصفنا المسافة، بدينا نعاد الحزام الغابات على اليمين، وعند حزام الغابات تبدأ الأصوات أيضا بالتحديات والإثارة في هذا المساء الجميل. بالفعل تحديات مثيرة وانطلاقات رائعة. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، ونتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، العابر اللي عبر وانطلق، بالمقدمة، انطلق بالصدارة، انطلق بالتحديات المثيرة والشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ينطلق أيضا مع العابر وبقيادة أبو أحمد السعيد بن سالم النيبي. من يتابع انطلاقة العابر مقصص مع المركز الثاني، او ارى التحديات من الجانب الاخر، ارى هناك الاسد، مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وبقيادة السيل بن سالم العامري. من يتسلل مع المركز الثاني، ثالث التحديات، القدوم في هذه اللحظات من نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بالسيل لاحظ في عملية تضميره وتدريبه ومقصص، ياتي رابعا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد الحميري، متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع المثير. المركز الخامس، التحديات القادمة من شاهين لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آن هيان، عملية تضميره وتدريبه عند الصادق فضل الأمين، متابعا منطلقا مع التحديات المثيرة، ومع المركز السادس، الحنيش بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة محفوظ بن خميس النيبي. ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات. يا سلام، نتابع السفير من بدأ يتسلل في هذه اللحظات، التابع لهجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الثامن. يا سلام، التحديات القادمة، الانطلاقات المثيرة، وأرهني شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع شاهين قدمه سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. من يتابع هذا الانطلاق المثير لشاهين اللي بدأ يتسلل، بدأ ينطلق مع المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة والمغادرة للوحة اثنين كيلومترات، بوابة العبور، العابر والأسد انطلقوا منذ البداية مع تحدياتي أيضا وإثارة هذا الشوط. يا سلام، الحوار ثنائي والمعركة ثنائية على مقدمة هذا الشوط، والعابر والأسد أيضا بتحديات وانطلاقة هذا الشوط. يا سلام، ولكن الأسد بدأ يتسلل
الأسد بفارق راسه لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي يقدم سهيل بن سالم العامري ورهني العابر مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. ولكن أرى التسلل، أرى السفير اللي قادم بكل قوة، السفير التابع لهجن العاصفة يقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين ينطلق مع المركز الرابع بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وبقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. يا سلام. والأسد الأسد ينطلق بالصدارة، والكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام الأسد على الصدارة، الأسد على المقدمة، ولكن السفير سفير أيضا ينطلق بتحديات هذا الشوط، وبدأ أيضا يقدم أوراق الاعتماد على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. ولكن أرى شاهين مع المركز الثاني لشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. يا سلام. التحديات رائعة، والسفير هو الأقرب لانتزاع سيارة هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بدأ يبعد المسافة، بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط مع هذه التحديات المثيرة. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه لحظات الوصول ولحظات الاغتراب من خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز السفير بالمركز الأول، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. لحظات الوصول بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. المركز الثاني شاهي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث يصل فيه الأسد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس لسمو الشيخ ضياف بن سيف بن حمدان هيان. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. 13 دقيقة 23 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا للهجن العاصفة والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول شاهين، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة بالتأكيد. تهاني للسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة أيضا للسفير المضمنين سالم بن حمد بن هيان العامري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث الأسد. هذه لحظات وصول أيضا المركز الثالث الأسد، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة بالتأكيد 32 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهاني لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، والتهاني للسهيل بن سالم العامري.